عيسى ازداد ابي عيسى عليه السلام في المانيا، لكن اين المانيا بالذات لم اشعر. ثم اسمينه برلين، ثم ولايات اخرى مثل برلين. برلين هو انسان ذا رائحه طيبه مثل بيرلي. اوكي، بيرلي هو النرجس يعني باللغه العربيه. النرجس. ثم اتى الى بلاد العرب، انه طير من الطيور، اما رفعه الله اما رفع نفسه باسماء يعلم الله. ابنه الاول سن، والثاني سيناء، ثم نوح، ثم ابراهيم، ثم اسماعيل، الى اخره الى اخره. يحتوي على 33 نبي من الانبياء العظماء، اخرهم عبد العظيم. ثم اتى وعبد الطار، ثم اتى سيدنا رمضان الاخير، هو مالك رمضان، يسكن بالبليده، لكن اصلهم بركان السفلى، الى ابي عيسى عليه السلام. اوكي، لا احب اي انسان ان يلمس ابي وامي وعاطفي، لكن الذي المسه يبزق على وجهي مباشره. منذ ازديادي طريق مستقيم واساس مستقيم مثل السماء والبحر والطريق المستقيم في الارض سلاما. قل لي النبي صلى الله عليه وسلم بما يقرب لك؟ بما ابي عيسى عليه السلام، النبي محمد ابن، ممكن ابن اخي، ابوه عبد المطلب هو الطلاب، لكن مثقف مثل ابي، يشعر يحس، ممكن يتكلم مع الله يعلم الله، لان الله ما كلم الى الكرماء الذي مثله او منه. الذي يراه الله ليس ممتاز يناديه بامر ده خطر، والذي بطريق مستقيم مثلي يناديه الله باساس ممتاز مثلي. انا اقسم بالله 3 مرات الله اراني اساسه في منامي سلام. اقسم بالله 3 مرات بالقران. ها اين القران؟ ها اللهم اغفر لنا يا رب. ها اقسم بالله الله اراني كيف تزول الدنيا، وكيف يسقط السماء، وكيف تصبح الدنيا كلها ممكن مياه في منامي، واراني اساسه. لكن لا تكشف، رايتها في المنام، لا تكشف في المنام. سلام. سلاما الى يوم الدين.